الوزير أشار إلى أهم الأسباب اللي يعني عرض الأسباب التي جعلت وجوب إنزال مثل هذا القانون، وهو أهم وهو ممكن قرارات سيد رئيس الجمهورية اللي بمجرد ما تحسن الموارد المالية للدولة ارتأى أنه يعطي قرارات خادمة مثل ما عودنا، خادمة للجانب الاجتماعي للدولة الجزائرية، خادمة وهادفة لضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، وهذا طبعا بعد ما شاهدناه من غلاء في الأسعار في بعض المواد، خصوصا من الذكر المواد الغذائية يعني واسعة الاستهلاك. أهم شيء هو أنه قانون المالية الصحي ما جاش بإجراءات جديدة يعني اللي تمس جيوب المواطنين، وما فيهش ضرائب جديدة وما فيهش رسوم جديدة، وهذا الشيء مهم جدا ونثمنوه. كذلك كاين زيادة في الإيرادات اللي تجي من الجباية البترولية والجباية العادية ومن أرباح بنك الجزائر، وكذلك هناك إجراءات تحفيزية وإجراءات اللي من شأنها كذلك أن تخفف من وطأة ارتفاع الأسعار، لا سيما في موضوع اللحوم اللي تم مراجعة الرسوم المفروضة على اللحوم المستوردة. كاين يعني انخفاض للتضخم بفعل الإجراءات التحفيزية هذه، كاين زيادة كذلك في الاستيراد ب 12%.